برلمانيا عرض وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن اليوم مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2018 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني برئاسة رئيس المجلس سليمان شنين وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار. وأوضح عبد الرحمن في عرض مفصل عن مشروع قانون تسوية الميزانية أن نسبة النمو لسنة 2018 بلغت 1.4% مقابل 1.3% خلال سنة 2017، وكانت التقديرات تتوقع نسبة نمو ب 1.7%. وبعد العرض جاءت مداخلة النواب الذين طالبوا بتقليص أجل تسوية ميزانية السنوات السابقة. ينص هذا التنظيم التشريعي على رقابة تنفيذ قوانين المالية من طرف الجهاز التشريعي مع تحديد السنة المرجعية أن نقص 3. وها قد توصلنا بفضل الله تعالى إلى تقديم قانونين لتسوية ميزانية عامي 2017 و2018 مما يقلص السنة المرجعية إلى أن ناقص 2، ونحن نطمح إلى تقليصها إلى أن ناقص 1 تماشيا مع البرنامج إصلاح المالية العمومية الذي جاء به السيد رئيس الجمهورية. ففضلا عن النتائج المالية المحددة بموجب التشريع المعمول به، فإن مشروع قانون تسوية الميزانية مرفق بتقرير عرض حال الذي يذكر بصفة موجز الإطار الاقتصادي الكلي الذي تم من خلاله إعداد وتنفيذ قانون المالية للسنة المعتبرة.